السلام عليكم، مرحبا بكم في التمرين رقم 2 من درس معادلة مستقيم. إذا التمرين يقول حدد المعادلة المختصرة للمستقيم AB في كل من الحالات الآتية. إذا نبدأ بالحالة الأولى. إذا لنحدد معادلة المستقيم AB بحيث الإحداثيات ديال A جوز 0 والإحداثيات ديال B ناقص 1 4. إذا أول خطوة تنقارنو الأفصول ديال النقطتين. إذا لدينا الأفصول ديال A جوج والأفصول ديال B ناقص 1، إذا الأفصول A يخالف أفصول B، إذا لدينا XA تخالف XB، إذا معادلة AB تكتب على شكل Y تساوي MX زائد B. إذا نحدو الميل اللي هو M، M تساوي إذا فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين. إذا YA ناقص YB على XA ناقص XB. إذا YA هي 0 ناقص YB 4، XA 2 و XB هي ناقص 1، إذا ناقص ناقص 1، انتبه للإشارات. إذا 0 ناقص 4 هي ناقص 4، 2 ناقص ناقص 1 هي 2 زائد 1 هي 3. إذا M تساوي ناقص 4 على 3، وبالتالي معادلة AB تصبح على شكل أو تكتب على شكل Y تساوي إذا كنعوضو M بالقيمة ديالها، إذا ناقص 4 على 3 X زائد B. إذا لتحديد B لدينا إذا كناخد إما A وإما B، إذا لدينا A تنتمي إلى AB. ما معنى هذا؟ معنى أن الإحداثيات ديال A تحققنا المعادلة. إذا هذه المعادلة هذه، إذا Y هي YA تساوي ماذا؟ ناقص 4 على 3 XA زائد B. إذا كنعوض في المعادلة الإحداثيات ديال A بقيم ديالها. إذا يعني YA هي 0، XA هي 2، إذا ناقص 4 على 3 في 2، إذا هنا 0 زائد B. إذا المعادلة تصبح على هذا الشكل. إذا 0 تساوي ناقص 4 على 3 في 2 هي ناقص 8 على 3. هنا نعتبر عندنا جداء، إذا ممكن يكون عندنا الجداء تندير البسط في البسط على المقام في المقام. هنا راه بحال عندنا 2 على 1، إذا 4 في 2 على 3 في 1، يعني ناقص 8 على 3 زائد B. أي إذا ناقص 8 على 3 غنديها للطرف الثاني، كيرجع بي كتساوي لنا 8 على 3. وبالتالي المعادلة ديال AB تصبح على هذا الشكل. إذا Y أي المعادلة المختصرة بطبيعة الحال تساوي ناقص 4 على 3 X زائد 8 على 3. الحالة الثانية اللي نحدد معادلة المستقيم AB بحيث إذا بنفس الطريقة دائما تنقارن الأفصول ديال A مع الأفصول ديال B. إذا لدينا هنا الأفصول ديال A ناقص 2، الأفصول ديال B 4، إذا لدينا XA تخالف XB. إذا معادلة AB تكتب على شكل إذن المعادلة المختصرة بطبيعة الحال، المعادلة المختصرة لأب تكتب على الشكل Y تساوي إذن MX زائد B، ولا نديرو M إشارة X زائد B، إذن هنا زائد B إشارة. إذن الأرتوب عند الأصل يساوي ماذا؟ يساوي دائما فرق الأرتوبين على فرق الأفصولين. إذا فرق الأرتوبين إذا هو
الأرسوب ديال إيكغيك أ ناقص إيكغيك بي على إكس أ ناقص إكس بي. علاش درنا إكس أ يخالف إكس بي؟ إذن هادشي راه نشرحتو في الفيديو الأول، لأن إلا كان عندنا إكس أ تساوي إكس بي راه ميمكنليش نحسب، مكيكونش عندنا الميل، وبالتالي ميمكنش ندير إكس أ ناقص إكس بي لأن كيكونو متساويين، وبالتالي غيكون عندي صفر في المقام، وبالتالي المعادلة مكتكسبش على هاد الشكل هذا، يعني مكتكسبش على شكل إكغيك تساوي إم إشارة إكس زائد بي إشارة. إذا نعوضو هنا، إكغيك أ هي ناقص واحد على جوج ناقص إكغيك بي هي ناقص أربعة، إذا ناقص ناقص أربعة، إكس أ هي ناقص إتنان، و إكس بي هي أربعة، إذا ناقص أربعة. إذا نبسط، إذا عندنا ناقص واحد على جوج ناقص ناقص هي زائد زائد أربعة، ناقص إتنان ناقص أربعة ناقص ستة، إذا كنوحدو المقامات، المقام واحد هو جوج، إذا ناقص واحد على جوج زائد تمنية على جوج على ناقص ستة، إذا ناقص واحد على جوج زائد تمنية على جوج، يعني ناقص واحد زائد تمنية هي ناقص سبعة على جوج، إذا ناقص سبعة على جوج على ناقص ستة. إذا للتبسيط كنضربو في المقلوب ديال المقام، إذا عندنا المقام هو ناقص ستة، المقلوب ناقص ستة هي ناقص واحد على ستة، إذا نضربها في ناقص واحد على ستة. إذا عندنا الجوداء يعني البسط في البسط على المقام في المقام، إذا ناقص سبعة في ناقص واحد هي سبعة، سالب في سالب موجب، واثنان في ستة كيساوي لنا 12. إذا إم إشارة كتساوي سبعة على 12. إذا معادلة AB تكتب على شكل، إذا إيكغيك تساوي سبعة على 12 إكس زائد بي إشارة، إذا بقى لي بي إشارة، إذا عندنا ناخد نقطة بي، إذا بي تنتمي إلى المستقيم أ بي، إذا ممكن ناخد بي ممكن ناخد أ بحال، إذا بي تنتمي إلى بي، يعني أن بي تحقق المعادلة، وبالتالي إيكغيك بي تساوي سبعة على 12 إكس بي زائد بي إشارة. إذا كنعوضو، إيكغيك بي هي ناقص ربعة تساوي سبعة على 12 مضروبة في إكس بي اللي هي ربعة زائد بي إشارة. إذا هنا بي إشارة، إذا كنختزلو، دوك عندنا 12 وعندنا ربعة، إذا كنختزلو بالعدد ربعة، إذا شنو كيبقى لنا؟ كيبقى لنا ناقص أربعة، إذا ناقص أربعة تساوي ماذا؟ تساوي سبعة على ثلاثة، إذا 12 هي أربعة في ثلاثة، إذا أربعة مع أربعة بشات، بقات لنا سبعة على ثلاثة زائد بي إشارة، أي إذا كندو سبعة على ثلاثة للطرف الثاني، إذا غترجع ناقص أربعة ناقص سبعة على ثلاثة، إذا كنوحدو المقامات، إذا المقام الموحد هو ثلاثة، إذا ناقص 12 على ثلاثة ناقص سبعة على ثلاثة، إذا ناقص 12 ناقص سبعة هي ناقص 19 على ثلاثة، أي أن بي إشارة كتساوي، إذا بي إشارة كتساوي ناقص 19 على ثلاثة، وبالتالي المعادلة ديال أ بي تكتب على الشكل إيكغيك تساوي، إذا لقينا سبعة على 12 إكس ناقص 19 على العدد 3.